الورشة ابتدت في نوفمبر، كانت جزء من مشروع أكبر. المشروع الأكبر ده مشروع تصوير فوتوغرافي توثيقي معني بالبيئة وبالتغيرات البيئية اللي بتحصل، وبيحصل في عواصم عربية مختلفة. والمشروع ده كان مقدمه وقائم عليه معهد جوتا. وفي الجزء بتاع القاهرة تعاونوا مع CIC ان هم يعملوا حاجة موضوع عن التصوير الفوتوغرافي اللي بيتناول البيئة. احنا حاولنا ان احنا نوسع شوية التناول بتاع البيئة في الورشة بتاعتنا، فخليناها عبارة عن مستوى أخضر مجازي مرن جدا، ممكن حد يشوفه مرتبط بطريقة مباشرة بالبيئة، بالحصاد، بالزراعة، بالصوب الزراعية. ممكن برضو حد يشوفه بطريقة مجازية أكتر قوي، تفاصيل خضرة في لونها بس، أو ممكن تكون بتعبر عن مفهوم الأخضر جوه تأملات البني آدم أو جوه أحلامه أو طموحاته. مثلا في الشغل الجريد المنظومه دي اللي هي فيها برودكتس، منتجات كلها معموله بحاجات مفروض انها خضراء طبيعيه، خيار وافوكادو وصبار وكده، وميكست مع المناظر الطبيعيه الخضراء قوي اللي موجوده برده في حوالين نفس المكان اللي ساكنه فيه البنت اللي عامله العمل ده. فالعمل ده يعني تطرق شويه لمفهوم الاخضر جوه السوبر ماركت وجوه الجنينه وحطهم مع بعض. هي الورشه كانت تعاون بين مركز الصوره المعاصره ومعهد جوتا، وانا كنت دوري فيها كو انستراكتور، انا ويانس ليبشن ومصور الماني، كنا احنا الاثنين المدرسين في الورشه، وكنا احنا القائمين برضو على تنفيذ المعرض ومباشره العمل مع المشتركين في الورشه بعد لما خلصت. جوتا وCIC كانوا مهتمين ان الورشه تبقى متاحه للمشتركين خارج نطاق مركزيه القاهره، فعملوا اعلانات في محافظات تانيه كتير. عملنا قعده كده، اخترنا الناس اللي تشترك في الورشه. اهتمينا قوي ان احنا نختار ناس بخلفيات مختلفه، سواء خلفياتهم المهنيه او خلفياتهم خبراتهم التصويريه. احنا كنا بنتابع ناس متابعة بسيطة جدا، يعني عملنا معادين رسميين بيبعتوا فيه التطور بتاع الشغل بتاعهم خلال 3 شهور بعد لما الورشة خلصت. هو المعرض، هو المشروع عامة بتاع جوتا، في المعارض المختلفة والورش المختلفة اللي حصلت في العواصم العربية المختلفة، وفي الاخر خالص الخريف الجاي المفروض ان هيبقى فيه معرض اكبر قوي مجمع لكل المعارض الصغيره اللي حصلت في العواصم المختلفه. كتير قوي بنبقى بنتكلم على تناول معين لموضوع معين، ووسط ما احنا بنتكلم مع المشتركين
يعني نتفق معاهم او هم يتفقوا معانا على ان يمكن وسيط الفوتوغرافيا مش احسن وسيط يوصلوا بيه حاجه معينه. فاحنا كنا مهتمين بالفوتوغرافيا، بس في نفس الوقت في نصوص اتكتبت ليها علاقه بالموضوع، في فيديوز اتعملت، يعني في فيديو واحد معروض. احنا قررنا ان احنا نوسع المجال للحاجات اللي دخلت اللي بالشكل ده، علشان هي دي طبيعه الفن المعاصر، يعني هو ما بيقفش عند حدود الوسيط بين ده وبين ده.